مؤخرا القناة ما شاء الله جابت فيوز عالية جدا، جابت سبسكرايبرز عاليين كتير جدا، حاجة ما كنتش اتوقع ولا احلم بيها في حياتي، وسبحان الله يعني. وفي نفس الوقت مع اني كنت فرحان بس حاسس ان انا مرتبك، وعشان كده قررت اكلم اتنين عشان الارتباك ده يقل شوية، فاهمين قصدي؟ وده هيحدد بقى امسح القناة ولا اعمل قناة جديدة، ولا اسيب دي واعمل قناة جديدة، واعمل محتويين في نفس الوقت. فهكلمهم ونشوف هنوصل بايه. عمور كيمو حزوم عامل ايه؟ ايه حزوم دي؟ ايه الاخبار يا حب؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا ريس؟ تمام والله الحمد لله. كنت عايز اخد رايك في حاجه. اتفضل يا باشا. ايه يا معلم؟ مبروك الفيديو مبدئيا ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك يا باشا حبيبي. كام الوقت؟ 200؟ الفيديو عدى ال 200 الف تقريبا. عاش ما شاء الله. نايس. وهي فيديوهات جميله. ربنا يخليك. وما شاء الله يعني القناه زادت قوي سبسكرايبرز كتير جدا الفتره اللي فاتت دي، وده عمل لي دربكه في دماغي. ليه؟ لان الناس اللي جايه جالي ما شاء الله سبسكرايبرز كتير جدا ما شاء الله. اوكي حلو. والناس دي جايه تاكل يعني، دي ناس جايه عشان تتفرج على اكل. تمام ماشي حلو. ايوه فانا خايف ان لما انزل فلوجز بعد كده ما حدش يتفرج عليها، وكل مستني عمرو هيقدم اكل ايه النهارده. ايوه قناة مش كده، هي قناة فلوجات، وانا عملت الموضوع كده بس يعني ايه فور فان مش اكتر يعني. فانت شايف الدنيا ازاي؟ انا شايف ان الفيديوهات الاكل يعني مفيش احسن منها بيني وبينك. ايه الغلط في كده؟ اوكي ماشي. طب انت زعلان ليه؟ مش غلط، انا حابب اقدم فلوجز اكتر، ومش ضد فكرة الاكل بشكل عام فاهم؟ يعني انا ما عنديش مشكلة اقدم اكل، بس في نفس الوقت يا جماعة عمرو الشريف مش بتاع اكل، فاهم قصدي؟ ده ابن الاكل حلو جدا. انت بتاكل؟ مش عارف، انا خايف لما انزل الفلوجات عاديه بعد كده الناس ما تتفرجش، يقعدوا مستنيين لحد، فاهم قصدي؟ جايين لمحتوى تاني يعني، جينا عشان يتفرجوا على حاجه فيها اكل، لو ما نزلتش اكل مش هيتفرجوا، فهيبقى مشكله بالنسبه لي انا شخصيا. يعني شايف ان اليوتيوبر الناس مش هتحطك في حته وتقول لك خلاص انت بتعمل كده، وخصوصا انت راجل فلوجر. الفكره ان الناس جايه اصلا عشان شخصيتك يعني، فاهمني؟ الناس بتوع الاكل او الريفيورز بتوع الاكل بيبقوا بيصوروا بشخصياتهم، فالناس بتسبسكرايب او بتتفرج عشان الشخص. فانت كشخص انت بتقدم فلوجز وبتقدم ريفيوز اكل وبتقدم ريفيوز موبايلات او اي يعني اي كان يعني، فانا مش شايف ان المحتوى يعني، انت مش شاف مثلا يعني، مش شانل اكل يعني. يعني طبيعي جدا انت تعمل حاجات مختلفه في الفلوجز بتاعتك. مثلا ممكن تعمل فلوج اكل، بتروح تجرب مطاعم، او تعمل فود ريفيو. فكره بقى هل انت مش عايز الناس تحطك في الخانه دي؟ انا معاك جدا في الموضوع ده. فالحل ان انت يعني حاجه من الاثنين، يا اما تسال الناس عندك على القناه هل عندهم القابليه ان هم يبقى في محتويين على القناه، يعني مثلا في فلوجز وفي بلاي ليست مثلا تانية بتاعت الاكل، ولا الناس بتوع الفلوجز عايزين فلوجز بس، والناس بتوع الاكل عايزين اكل بس. فلو الموضوع كده انت ممكن بقى تعمل قناه تانية وتحط مثلا فيها اكل مثلا بس، وتبقى القناه دي للفلوجز. تمام. هتعمل شانل جديده؟ اعمل شانل جديده وابدا يعني خلاص يعني دي تحدي يعني عمرو الشريف دي فلوجات عاديه، وتشانل تانية خالص للريفيوز بقى، واحسن باحسن حواوشي واحسن كريب والحاجات دي. طب ما تعمل مره في الاسبوع يعني، انت ممكن تعمل فيديو في الاسبوع على الشانل بتاعتك. مرة في الأسبوع على الشانل بتاعتي؟ ولا إيه رأيك؟ طيب هل أنت بس اسأل الناس، تاخد رأي الجمهور بتاعك يعني؟ بالظبط أسألهم يعني، هل تتوقع إن أنا أحط قناة فيها قناة أكل بس هيبقى فيها برضو ناس تيجي كتير عليها والفيديوهات تجيب فيوز عالية، ولا هيفكسوا؟ لا بالعكس، لأن الفيديوز اللي أنت بتعملها بتاعت الأكل بيبقى فيها مجهود وبتبقى معمولة بطريقة نظيفة، فلا إن شاء الله هتجيب طبعا فيوز وهتجيب مشاهدات، لأن الناس اللي جات لك على القناة دي ما هم جو لك أول مرة. انت فاهم يعني، انت لو عملت قناه جديده وحطيت عليها فيديوهات جديده خالص، وبعت الترافيك للناس اللي عندك على القناه، قلت لهم مثلا انا دلوقتي عملت قناه اكل، الناس اللي مهتمه بالاكل تروح تتفرج على الفيديو ده الفلاني في القناه دي، لا انا شايف ان هي في بوتنشال ان هي اصلا كمان تكبر وتبقى قناه اكل معروفه يعني. تمام. هل انت المحتوى ده مضايقك؟ لا بالعكس، المحتوى ده انا حابه جدا، انا عامله عشان انا بحبب الحته دي، بحب الاكل اصلا وبحب اكل اصلا. ماشي وانا كمان، بس انا جعان الصراحه اصلا دلوقتي، وقاعد يعني انت معطلني وانا عايز اطلع اكل دلوقتي. قول لي هي ايه احسن بيتزا في مصر؟ بابا جونز. بس انت كان المفروض تجيب دومينوز عشان تقول ان هو وحش، عشان انا ما بحبوش. ف
فعلا ان ده الناس كلها فين دومينوز فين دومينوز فين دومينوز. انا جربت السلطان ده على فكره، كان عنده بتاع كده اسمها ميكس شوكولاته، عارف يعني من كتر الزيت قلبي كان بينبض سايلنت، عارف يعني عارف لما قلبك ينبض في زيت كده فبيعمل صوت كاتم كده عارف. المهم يعني يعني برضه اسالهم واشوف هيقولوا ايه. اه اسال الناس، لان هي ما فيش احسن من الناس اللي هتديك رايها، لان هم دول اللي هيتابعوك، هم دول اللي هي لو في قناه جديده هيروحوا يتفرجوا عليك فيها. الاكل حلو جميل. الاكل حلو. ما انا عملت فيديوهات اكل برضه. اه بتاع نوتيلا، بتاع النوتيلا وبتاع البيت بالماسترد والهاز برجر يعني فاهم. بس انا مش يعني انا ممكن اعمل برضو فيديوهات مقارنات اكل طالما بتجيب فيوز كده. اعملها معايا بقى. وخلي بالك انا جاي لك في الاكل، يعني ايه خلي بالك عشان انا جاي بجد. تتكلم جد وبتهزر؟ لا يا عم، انا بحب الاكل وبعمل اكل واظبط اكله. واحده واحده تلاقيني جاي. احسن برجر في بريطانيا في انجلترا. حبيبي. اه احسن برجر، البرجر المصري ولا البريطاني. واحسن بيتزا برضه طبعا كمان. وش اه لا وش طبعا ليه. بس اوعى تطلب بيتزا هات. لا ما بيردوش. ها ما بيردوش. لسه ما ردوش. والله ده ضحك، ده ضحك السنين. فيروس بقى، كل الناس هتعمل فيديوهات اكل بقى خلاص فاهم. انت عايز تاكل بيتزا؟ مش هتاكل بيتزا. عايز بيتزا؟ لا مش هتاكل بيتزا. لا 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 تاكل بيتزا؟ لا لا لا. ماشي حبيبي جدا يا عم كيمو، انا كنت لازم اخد رايك في الحوار ده. وش يعني حبيبي يا عمور، يلا بالتوفيق. ثانك يو. ثانك يو. يلا حبيبي سلام. لازم كنت اخد رايك. خلاص الهلع راح ولا ايه؟ اه نوعا ما. ماشي يا عمور. ماشي يا اكيل. ماشي ماشي. ثانك يو. ثانك يو. اتفضل يا عمور. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل. سلاموز. زي ما شفتوا كده دلوقتي الموضوع محتاج اسمع منكم انتوا، محتاج اشوف رايكم انتوا قبل ما انزل اي فلوج. في فلوجات تانية نازله كتير جدا صورتها، فقبل ما اعمل اي حاجه قررت انزل الفيديو ده. عايز اعرف وجهه نظركم زي ما كده خدت وجهه نظر حازم وكريم. قولوا لي انتوا شايفين الموضوع ازاي. هقرا كل الكومنتات، ده هيحدد مستقبل القناه دي. شكرا لكم ونراكم في فلوج قادم قريب قوي. سلام.